السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمل حل كتاب جيم من تالتة إعدادي من الوحدة الأولى صفحة 66 جزء السبيكينج. المحادثة بين دينا وبين سالي. دينا بتقول لها would you like to meet up tomorrow سالي، هل تحبين نتقابل بكرة يا سالي؟ هتلاقي that would be great، هذا هيكون شيء عظيم. دينا بعد كده هتقول لها الإجابة شال السؤال ده shall we go swimming، ممكن نذهب للسباحة. دينا تقول لها I am not sure، أنا أو I am not sure، I am not sure أو I am not sure، أنا مش متأكدة. I think it will be a bit cold، الجو هيبقى بارد إلى حد ما. shall we watch TV then، ممكن نشوف فيلم مع بعض. تقول لها I'd prefer to go somewhere outside، أحب أروح مكان خارجي. تقول لها how about the park، إيه رأيك نروح الحديقة العامة؟ تقول لها I am not sure، أنا مش متأكدة. I want something new، أنا عايز حاجة جديدة. تقول لها would you like to go on a ferry on the river، تحب نروح نركب عبارة في النهر. بالنسبة لي أسئلة المواقف، السؤال الأول A friend suggests that you join a sports center together، suggest something else. تمام، هو بيقول لك صديق بيقترح إن أنت تنضم إلى مركز الرياضي مع بعض، أنت اقترح شيء آخر، هتقول I'd prefer to go to the swimming pool، أنا أفضل أروح حمام السباحة. I'd prefer to go to the swimming pool. السؤال الثاني you would like to watch TV، أنت تود أن تشاهد التلفاز، فهتقول would you like to watch TV، هل تريد أو هل تود أن تشاهد التلفاز. السؤال الثالث your friend suggests going to the cinema today but you disagree politely، أنت صديقك بيقترح أن أنتوا تروحوا للسينما النهاردة بس أنت غير موافق، يعني وافق يعني ارفض بأدب. هتقول I am not sure، أنا أو I am not sure، أنا لست متأكد. السؤال بعد كده you suggest going to Alex to spend the summer، أنت بتقترح أن أنتوا تروحوا المصيف هذا في الأجازة الصيف. هتقول shall we go to Alex to spend the summer holiday. السؤال اللي بعد كده you invite your friend to go shopping with you، هتقول would you like to go shopping with me. السؤال الرابع your friend suggests playing video games tonight at his home but you are busy، هتقول I am not sure I am busy.